يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، الأسكندرية 21-12، مطروح 20-13، بورسعيد 22-13، والإسماعيلية 22-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 12، العريش 21-11، طابة 22-14، شرم الشيخ 24-16، والغردقة 25-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 14، أسوان 24-14، الوادي الجديد 22-8، شلاتين 27-20، وأخيرا حلايب العظمى 26 درجة والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.